السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فتاوي على الهواء، والتي نستقبل فيها أسئلتكم عبر الأرقام الهاتف التي تظهر أمامكم على الشاشة. يسعدنا في هذه الحلقة دائما أن نرحب بمفتي نابلس الشيخ أحمد الشباش. أهلا بك مجددا شيخنا في الشهر الفضيل. اليوم نتحدث في ظل هذا الشهر الكريم والشهر الفضيل عن التوبة، تعريف التوبة وشروط التوبة، وخصوصا أن باب التوبة مفتوح في هذا الشهر الفضيل غير كغيره من الشهور لكن بشكل أكبر وأوسع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كل الاحترام لك أخي بكر، حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والمستمعين عبر فضائية النجاح وإذاعتها، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء لقاء مثمرا في طاعة الله، وأن يصل صداه إلى الجماهير وإلى الحضور. لعلنا وإياهم نستذكر شيئا من آيات كتاب الله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وننتفع بها في حياتنا لتؤثر علينا إيجابا إن شاء الله رب العالمين. التوبة هي ترجع إلى الفعل تابة، وتعني العودة والأوبة والإنابة، وهي إحدى الواجبات الشرعية التي نصت عليها العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، إذ دعا الله عز وجل في كتابه العزيز إلى التوبة، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوبة. بل لعلنا ونحن نقرأ في كتاب الله عز وجل نجد أن ما من نبي بعثه الله تعالى إلا وقد طالب أمته وطالب قومه بالتوبة، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وهذه دعوة من هود عليه السلام لقومه قوم عاد. كذلك الدعوة إلى التوبة وردت على لسان كل الأنبياء، وبعضهم أعلن بالتوبة عن نفسه، كما آدم عليه السلام الذي وقع في ذنب الأكل من الشجرة التي كانت محرمة عليه، ثم تاب إلى الله من مخالفة هذا الأمر ومن معصيته، وعفى الله تعالى عنه بعد أن تاب واستغفر وأناب. التوبة يعني معناها إنه الإنسان يرجع إلى الله عز وجل بعدما يقع في مخالفة شرعية. هذه المخالفة الشرعية قد تكون كفرا والعياذ بالله، يعني ممكن إنسان لا سمح الله يقع في فعل يسمى في الشريعة الإسلامية أو في الشرع كفر، فعليه أن يتوب إلى الله. قد يكون أو قد تكون التوبة من ذنب لا يصل إلى الكفر، لكن كبيرة معصية توقع العبد في معصية لله عز وجل، فعليه أن يتوب. قد تكون التوبة من ذنب يتعلق بترك فريضة، يعني إنسان ترك الصلاة، ترك صيام يوم في رمضان، فالمعاصي تتنوع، منها ما يخرج الإنسان من الملة، ومنها ما يبقي على الإنسان في الملة لكن يكون مخالفة شرعية بترك الواجبات أو بفعل المحرمات. ولهذا قال الله تعالى كما في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فالتوبة مؤداها أن يندم الإنسان على ما صدر منه من تقصير أو من ذنب أو من فعل محرم أو من ترك واجب، وأن يستذكر أن له ربا سيحاسبه وسيسأله على أفعاله، لأنه يعني خلقنا سبحانه وتعالى من أجل مهمات جليلة، من ضمنها وأهمها هي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا غفل الإنسان عن هذا الواجب فلا شك أنه بحاجة إلى التوبة في كل وقت. نعم، نذهب إلى الاتصال. السلام عليكم، تفضل، الصوت غير مسموع. إذن السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم تفضل. السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية، تفضلي. إذا ممكن أسأل سمحتي، معك
يعطيك العافية سماحة الشيخ. الله عافيك حياك الله، تفضلي. جزاك الله خير وبارك الله فيك ونفع بك إن شاء الله. اللهم آمين. في الحقيقة عندي مجموعة أسئلة. نعم. السؤال الأول يتعلق بزكاة الفطر أو فدية من لم يستطع الصيام. نعم. كم تبلغ قيمة الفدية من الطعام؟ يعني إذا أراد الإنسان أن يخرج طعاما يا ريت بالوزن الدقيق بالجرامات. نعم. لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطاع. نعم. سؤالي الثاني، امرأة تسأل إنها ابنتها قد تداينت منها مبلغ من المال ولا تدري متى ستسد هذا المبلغ بسبب صعوبة وضعها المادي، هل يجب على صاحبة المال إخراج زكاة هذا المال؟ سؤال نعم. الثالث، واضح السؤال؟ نعم واضح تفضلي. سؤال الثالث، مريض يعاني من أزمة ويلزمه استخدام البخاخ، هل يؤثر ذلك في صحة صيامه؟ وإذا شعر بتعب يعني هل يجوز له أن يفطر على أن يقضي بدل هذه الأيام التي يفطرها في رمضان بسبب المرض؟ كمان سؤال بهم مش سامحونا، تفضلي. إنسان يعاني من انتفاخات وغازات ويشعر بهذه الغازات في يعني في الداخل في منطقة المستقيم، ويعني هو يتشكك هل هو على طهارة وعلى وضوء وتصح صلاته بهذه الحالة أم لا، فياريت توضحوا لنا فضيلة الشيخ. جزاكم الله خيرا. وجزاك الله كل خير ونفع بك. حياكم الله. إذا السؤال الأول متعلق بزكاة الفطر شيخ. زكاة الفطر يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرض على المسلمين صدقة الفطر أو زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من إقط أو زبيب أو تمر أو شعير، والصاع كما قال أهل العلم بالميزان الحديث أو بالمكيال الحديث هو طبعا الصاع هو عبارة عن أربعة أمداد، يعني المد ملء الكفين، عندما تكون الإنسان يده متوسطة لا هي صغيرة ولا هي كبيرة، إذا ملأناها أربع مرات يأتي كل مرة يسمى مد، الأربع مرات معا يسمى صاع. بالوزن قدرها العلماء باثنين كيلو ومئة وستة وسبعين جرام، واختلف أهل العلم في إخراج القمح هل يلزم صاع أو نصف صاع، فعن معاوية أو رضي الله تعالى عنه نعم في الشام كان يخرج من القمح، يطلب من المسلمين أن يخرجوا نصف صاع من القمح كأنه وازن بين نصف صاع من القمح وصاع من شعير، ولعل الراجح أن تكون صاعا، وهي ما يكفي للمسكين وجبتين. إذا كان الإنسان بده يخرج أرز أو بده يخرج زيت أو بده يخرج قوت يعتمد عليه أهل فلسطين، يعني ممكن يخرج خبز على رأي مجلس الإفتاء الأعلى أجاز إخراج الخبز، يخرج 200 غرام و2 كيلو، 2 كيلو 200 غرام أو 2 كيلو نص، وإذا أراد أن يخرج نقدا فالراجح أنه يجوز إخراجها نقدا، وهو مذهب الأحناف ووجه عند الشافعية، وهي رواية عن الإمام أحمد، ولعل المال اليوم أنفع للفقير، لأنه يعني زمان كان الناس تودي لها قمح يكون عنده طحونة أو يجي بطحن على البلد والناس تطحن قمحها، اليوم يعني تكاد نابلس لا تجد فيها ثلاث أربع محلات لطحن القمح، والناس لم تعد تخبز في البيوت وهذا نادر، لكن لما تدفع لها المبلغ اللي قدره سماحة الشيخ ومجلس الإفتاء الأعلى بتسعة شواقل، وانت ممكن تزيد عليه تجعله 20 تجعله 30 لأنه هذا تسعة شواكل على أقل حد، لكن انت اذا زدت فهذا المواطن سيأخذ هذا المال قد يشتري به طعاما قد يشتري به شيء اخر، فاخراجه نقدا جائز، ومن احب ان يخرجه من الارز او من القمح او من الخبز فيخرج 2 كيلو ونص تقريبا للتغليب للتأكد للاحتياط بيكون اخرج صدقة الفطر، واما فدية الصيام فهي لا تقل عن هذا المقدار، يعني عن 2 كيلو و176 جرام، وبعض أهل العلم قال نصف صاع يكفي لطعام مسكين، واختلفوا وجبة أو وجبتين، لكن هي في الحد الأدنى كما قلنا نصف صاع، ومنهم من قال صاع، ومجلس الإفتاء الأعلى قدرها نقدا بأن لا تقل عن تسعة شواقل، وترجع هذه لحالة الفقير أو لحالة الغني أو لحالة الصائم الذي أفطر، فإذا
كان وضعه المادي متوسطا فيخرج 9-10 شواكل، وإذا كان جيدا جدا أو ممتازا فله أن يخرج 20 أو 30 شاكل حسب طاقته، والله يتقبل من الجميع. نعم آمين. السؤال الثاني كان حول موضوع أنها دينت ابنتها مالا، فهل يجوز أن تخرج مالا على زكاة هذا المال؟ هذا المال هل الآن هذا المسألة اسمها زكاة الدين، زكاة الدين اللي إلي على الناس، وفي زكاة الدين اللي علي للناس، هذه مسألة وهذه مسألة. زكاة الدين الحقيقة لم يرد فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نصوصها وردت عن الصحابة، لذلك اختلف العلماء فيها اختلافا بينا كثيرا. فمن الصحابة من قالوا لا زكاة في الدين، ومنهم من قال يزكى كل عام، لكن نحن في دار الإفتاء الفلسطينية في مجلس الإفتاء الأعلى درسنا مسألة زكاة الدين وخرجنا بقرار إنه الدين ينقسم لقسمين، دين هو على صاحبه يعترف به يقر به لو قلنا له هات بعطينا، ودين ميت أو غير مرجو. الدين الميت أو الغير المرجو يعني اللي أخذوا صاحبه وأنفقوا، دفعوا في بناء، دفعوا في طعام وشراب، أخرجوا في حاجة له ولم يعد بين يديه، ولو قلنا له هات بيقول ما معي، أو ممكن يقول ما إلكم عندي، هذا يسمى غير مرجو أو يسمى دينا ميتا في التجارة وفي الاقتصاد. فهذا الدين إذا كان غير موجود مع الاستدانه هذا يزكى عند القبض مرة واحدة، لو بقي سنتين ثلاثة أربعة، طبعا في علماء قالوا يزكى بعدد السنوات، لكن الراجح أنه يزكى لمرة واحدة لأنه كان أشبه بالمعدوم وأصبح مالا لما سلم لصاحبه. وإذا كان صاح المستدين يستطيع السداد لكن أنا ما بطالبه، يعني لو قلت له هات بعطيني، فهنا يزكى كل سنة قبل القبض، وهذه المسألة يعني هو القرار الذي صدر عن مجلس الإفتاء الأعلى. نعم نعود شيخنا بس بعد هذا الفاصل، نذهب مباشرة مشاهدينا الكرام للإجازة المسائية فيما يتعلق بكوفيد 19 في فلسطين. شكر وتقدير دولة رئيس الوزراء لسيادة الرئيس على حكمته وتفهمه ومسارعته لإلغاء المرسومين السابقين، وهو ما أشاع من أجواء الارتياح والتقدير لسياسة الوضوح والشفافية التي تحلى بها سيادته بعد الجلبة التي أثيرت بالأمس حول المرسومين. سيادة الرئيس ألغى المرسومين بمرسومين جديدين اليوم، وبالتالي أصبح الأمر في حكم المنتهي. مرة أخرى باسم رئيس الوزراء نسجل كل الشكر والتقدير للحكمة التي تحلى بها سيادته. اعتبار من يوم الأحد المقبل سيصل الفوج الأول، وبعرف أنه كل الآن المشاهدين خاصة في الأردن وفي دول العالم بيتابعونا الآن، وبنحييهم بنوجه لهم كل تحية وتقدير، وبنقول اعتبار من يوم الأحد راح يكون الفوج الأول من أهلنا العالقين في الأردن، حيث ستكون العودة على 4 دفعات. يتم إخضاع العائدين للفحص في الاستراحة قبل أن يعودوا إلى منازلهم لقضاء الحجر الصحي فيها، وأما من يثبت إصابتهم فسيتم نقلهم إلى مراكز الحجر الصحي وفق وزارة الصحة. لذلك فإن الحكومة أيضا تأمل من أهلنا العائدين الاعتصام بالصبر خلال عودتهم، وكي تتمكن طواقم الطبية من أداء مهامها بيسر وسهولة. وبالمناسبة أيضا بدي أحكي لكم بالنسبة لأهلنا اللي عالقين أيضا في كل دول العالم، الأخ سيادة اللواء ماجد فرج الآن موجود في الأردن، وهو تابع نقل وترتيبات مع الحكومة الأردنية لنقل العالقين في الأردن، وهو يواصل المتابعة لإمكانية فتح الأجواء الأردنية لاستقبال العائدين. ترتيبات طبعا هناك ترتيبات راح تكون متعبة، ولكنها بدأت بتوجيهات من سيادة الرئيس لسيادة اللواء ولمجلس الوزراء وللخارجية للمعابر للشؤون المدنية للصحة، كل هذه الجهات وجهت إليها توجيهات بالعمل
على إعادة أبنائنا العالقين في كافة دول العالم. الأخ ماجد فرج الآن في الأردن بتابع هذه القضية مع الأشقاء في الأردن اللي بنشكرهم شكر جزيل للمملكة حكوم ملكا وحكومة وشعبا على التعاون الكبير الذي أبدوه في سبيل إعادة أهلنا العالقين في الأردن. كانت مهمة كبيرة بذلتها وزارة الخارجية في الاتصال بالعالقين في كافة المحافظات والمدن في الأردن، وتواصل هذا الجهد بمتابعة حثيثة من دولة رئيس الوزراء، من الشؤون المدنية، المعابر، الصحة. الشكر الجزيل لجميع من ساهم في ضمان هذه العودة اللي راح تكون على مدى 4 أيام. طبعا الفتح الجسر كان صعب، كان لازم يكون تنسيق مع الأشقاء في الأردن وكذلك التنسيق مع إسرائيل بسبب إغلاق الجسر، وهذه الجهود كما قلت أثمرت عن عودة العالقين بدءا من يوم الأحد المقبل إن شاء الله. اسمحوا لي بداية بسم الله الرحمن الرحيم: ابقوا في منازلكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، استعينوا بالصبر والصلاة حتى يصرف الله السوء ويفرج الكرب ويكشف الضر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، صدق الله العظيم. أقدم لكم الآن معالي الدكتورة ميكيرا وزيرة الصحة لتضعكم في صورة الحالة الوبائية، واسمحوا لي أن أرحب أيضا بالدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية ليقدم لكم عرضا لما ستقدم الوزارة من مساعدات مادية وعينية للفئات الفقيرة. تفضل دكتور. شكرا. شكرا أخي أبو بهاء، مساء الخير جميعا. ملخص حول وضع كورونا في فلسطين لآخر 24 ساعة: فقد تم تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، إصابة في منطقة العبادية ببيت لحم لشاب 20 مخالط لأخيه الممرض الذي كان يعمل في مستشفى المطلع، وإصابتان في شعفات، إصابة في العيسوية، إصابة في بيت صفافة، وإصابة في الطور. مجموع الإصابات في فلسطين يرتفع إلى 507 حالات. عدد الحالات النشطة أي التي لا تزال مصابة تبلغ 408 حالات. في المحافظات الشمالية 400 حالة، في من بينها 260 حالة من محافظة القدس، سواء كان داخل جدار الفصل العنصري أو في ضواحي القدس، وبهذا تبلغ يعني تمثل محافظة القدس 64% من نسبة الحالات الموجودة في فلسطين. المحافظات الجنوبية 7 حالات، وهناك حالة انتكاسة في المحافظات الجنوبية. عدد الحالات المصابة في صفوف الكادر الطبي 9 حالات، أما بالنسبة للعمال فلا يزال يشكلون 74% من الحالات المصابة. العدد الأجمالي للفحوصات 31,500 فحص. بالنسبة للحجر المنزلي الذي تشرف عليه وزارة الصحة فهناك 1014 حالة جديدة، أما الحالات الموجودة الكلية فهي 13,034 حالة. نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا هانئا في بيوتكم، وابقوا في منازلكم. حمى الله فلسطين وأهلها، والسلام عليكم. شكرا. شكرا للدكتورة مي على هذا العرض السريع. أقدم لكم معالي الدكتور أحمد مجدلاني ليضعكم في جهود الوزارة لتقديم الخدمات المادية والعينية المساعدات للعائلات المحتاجة. تفضل دكتور. شكرا. أسعد الله يومكم، كل خير وكل عام أنتم بألف خير، الله يعطيكم العافية.
احنا بدنا نحكي شيء اضافي عما تكلمنا فيه يوم 15 الشهر الجاري، وكنا قد تحدثنا في ذلك الوقت انه بدأنا في توزيع استمارة وجمع بيانات جديدة لقاعدة المعلومات التي لدينا في وزارة التنمية الاجتماعية اللي سميناهن الفقراء الجدد. مجموع ما سجل لدينا لغاية اليوم 1112311 أسرة بين ضفة وغزة، هذلون تحت بند فقراء جدد. وإحنا أيضا في إطار التعاون والشراكة مع كل شركائنا سواء في البنوك الفلسطينية أو في أيضا مؤسسات المجتمع المدني والأهلي المحلية والدولية والمجتمع الدولي، إحنا قمنا وبدءا من بكرة راح نوزع مساعدات ل 9504 أسر. إذن مشاهدينا الكرام نكتفي بهذا القدر من الإيجاز، وبإمكانكم متابعته كاملا عبر صفحتنا على الفيسبوك النجاح فضائية النجاح. بالعودة إلى موضوعنا وإلى برنامجنا، وحيث استكمالا للأسئلة التي سألتها الأخت في اتصالها قبل قليل، مجددا أهلا بك سماحة المفتي. تحدثت أيضا وسألت عن موضوع أن أحد الأشخاص يستخدم بخاخا وهو صائم، هل هذا يضر بصيامه؟ بخاخ الربو كما هو معلوم أو كما يسمى، بعض الناس يصاب أحيانا بحالة تسمى أزمة، يعني يحصل عنده ضيق في التنفس، وهذا الضيق سببه بعض الالتهابات التي تصاب بها القصبات الهوائية أو يصاب بها الصدر. فبعض الناس يتشافى بحمد الله بناء على حالة مؤقتة، بعض الناس تكون حالة مزمنة. هذا البخاخ هو في العادة هواء، وأحيانا يشتمل على مواد يعني تدخل إلى القصبة الهوائية لتنعش القصبة لتفتح الإغلاقات. إذا كان البخاخ هواء فقط يعني زي أكسجين أو هواء، هذا لا يفطر بإجماع العلماء. وإذا كان مشتمل على مادة تدخل إلى القفص الصدري أو إلى القصبة الهوائية، ننظر إذا هذا الرذاذ يعني شيء خفيف جدا، يعني يكاد علميا 1/10,000 في الملي أو كذا، وهذا لا يذهب إلى المعدة. إذا كان يذهب إلى المعدة يفطر، لكن إذا كان يذهب إلى القصبات الهوائية فبحسب كثير من العلماء ومجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني قال إنه ليس مفطرا لأنه لا يذهب إلى الجوف. لكن هذا إذا كان يقوى على الصيام، يعني إذا الحال المشكلة عنده فقط إنه يأخذ نفس وبصوم ماشي، لكن إذا كان هو مشكلته تعمقت أكثر من قضية النفس، يعني صار عنده هزال صار عنده ضعف، لا يقوى على الصيام حتى لو استخدم البخاخ، فهذا يفطر. وبما أنها الحالة إذا كانت مزمنة فعليه الفدية، لكن إذا كان يستطيع الصيام ويوم من الأيام تعب فله في ذلك اليوم أن يفطر ثم يقضي هذا اليوم في الأيام القادمة بعد رمضان بإذن الله تعالى إن شاء الله. تحدثت أيضا عن موضوع الانتفاخات والغازات في المسالك البولية وموضوع الطهارة في ذلك، يعني في هذا الموضوع، يعني هذه الانتفاخات أو خلينا نقول تنقسم إلى أقسام، منها ما هو حقيقي ومنها ما يكون وسواس. يعني بعض الناس خاصة اللي بيصلوا جديد ممكن يكون متهيئ له أنه في شيء خرج منه، ولذلك شك الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يعني يا رسول الله يعني كيف ينتقد وضوئي أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم في الحديث كما صح عنه عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت صوتا أو وجدت ريحا فانصرف. يعني أنت إذا سمعت صوت شيء خرج من موضع خروجه اللي هو الإست أو فتحة الشرج، أو وجدت رائحة لذلك الريح، فأنت ينتقد وضوءك. أما إذا لم تجد ريحا ولم تجد صوتا فقد يكون وسواس. بعض الناس لا، هو مش وسواس حقيقة لكنه داخلي، يعني بمعنى الغازات قبل ما تخرج من فتحة الشرج أحيانا تتدافع بعض الغازات داخل البطن، وأحيانا بعض الناس يسمع صوتها
يعني الإنسان صاحب الشأن وأحيانا من هو قريب منه. فبالتالي الغازات هذه ما دامت داخلية، يعني بما أنها داخل جوف الإنسان، داخل المستقيم، داخل المصران الغليظ أو الدقيق، غالبا هو المصران الغليظ اللي ممكن كذا، فهو لا يؤثر على الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عنه أبو هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم ما لم يحدث. فقالوا: يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. يعني اللي يخرج فساء أو ضراط هذا اهتمت فيه الشريعة، لأنه يتعلق بعبادات الناس، يتعلق بوضوءهم، يتعلق بصلاتهم، وبدون خجل وبدون إيش إنه إحنا نستحي. فبالتالي يعني سيدنا النبي ببين، وسيدنا أبو هريرة بفسر كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن الريح الذي يخرج ويسمع له صوت أو يوجد له رائحة هو الذي ينقض وضوء الإنسان، أما إذا لم يكن كذلك فهو يبقى على وضوء ويطمئن ويتابع صلاته. نعم. بالعودة إلى موضوع الحلقة هو التوبة، نتحدث عن شروط التوبة وقبول التوبة. نعم، التوبة لها شروط حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل. فالتوبة ليست تمني، الإنسان يقول والله أنا تبت إلى الله عز وجل، بنقول له عشان ربنا يقبل توبتك لابد أن يكون هناك شروط أنت قمت بها. هذه الشروط من العلماء من عد ثلاثا، منهم من أضاف عليها، لكن نحن نتبع الدليل، حيث الدليل على اشتراط أي شرط معين فنجد أنه إحنا هذا الشرط بنقول لابد منه. أول شرط لقبول التوبة من أي ذنب كان أن يترك الإنسان ذنبه. يعني واحد ما بصلي وبقول أنا تبت إلى الله وما بصلي، ما تبت أنت، انت عليك ان تعود الى الصلاة. انسان مثلا يتعامل باكل الحرام او يظلم الناس، يقول انا تبت، نقول له كيف تبت وانت ما زلت مقيما على معصيتك؟ اذا من شروط التوبة ترك الذنب، سواء كان هذا الذنب كبيرا او صغيرا، سواء كان فعلا او تركا. اثنين، الندم عليه، وهذا الشرط من العلماء من جعله ركن التوبة، يعني اعتبروا انه الندم اهم شيء في التوبة، لانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، ولان الندم هو العلامة التي تدل على انه الانسان دخل قلبه نوع من الحسرة والالم لانه ضيع وقته في معصية الله. لانه الاصل في الانسان انه ما يصرف جزء من وقته او من ماله او من عافيته او من صحته في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث ان يعزم ويعقد القلب الا يرجع الى هذا الذنب، يعني باخذ عهد على نفسه بينه وبين الله مش للناس، يعني بقول يا رب أنا عهدتك ألا أرجع لهذا الذنب. في الحد الأدنى أثناء التوبة، إذا كان أثناء التوبة بقول أنا تبت وفي فكره أنه يرجع لم يكن قد تاب، خاصة التوبة النصوح اللي ربنا بيقبلها. هناك شروط أخرى، منها أن يستغفر الإنسان بلسانه، يعني التوبة هي أصلا عمل قلبي لأنه الندم بيكون في القلب، فحتى يكون توبته كاملة يشترط أن يجمع مع القلب اللسان بأن يذكر آليات للاستغفار: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. ممكن يقول سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء ذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخره هذه الاستغفار. الشرط الآخر أن تكون التوبة قبل فوات الأوان. شو يعني قبل فوات الأوان؟ إذا هناك حالتان، حالة خاصة وحالة عامة. إذا وصل الإنسان لحالة الموت والنزاع لا تقبل توبته، وفي الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. شو يعني؟ يعني إذا الإنسان بدأ في الاحتضار، بدأ في النزاع، وبدأ يشاهد الملائكة وقال أنا تبت، لا تنفعه التوبة. ليه؟ لأنه فات الأوان، يعني انتهى الموعد. هذا على الحالة الخاصة. على الحالة العامة، إذا خرجت علامات الساعة الكبرى وبالذات الشمس من مغربها، نحن نعلم في ديننا أن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمنها الدابة، من ضمنها نزول المسيح ابن مريم عليه السلام، من ضمنها المسيح الدجال اللي بخرج وبتبعوه اليهود، من ضمنها الشمس تخرج من وين؟ من المغرب. يعني احنا كل يوم نرى الشمس تخرج من المشرق، في يوم من الأيام
ستخرج من محل ما غربت. إذا خرجت الشمس من مغربها أو رأينا علامات الساعة الكبرى كالدابة أو غيرها، لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني واحد بعد ما تطلع الشمس من مغربها يقول أنا آمنت أنا تبت، لا ينتفع بهذه التوبة. إذن لابد من ترك الذنب والندم عليه والعزم على عدم الرجوع إليه والاستغفار باللسان، وأن يكون ذلك قبل فوات الأوان، وأن يعجل بإلحاقه بعمل صالح، لأن الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا يتعلق بجميع الذنوب إلا نوع ما واحد من الذنوب. هاي الذنوب اللي بتتعلق بربنا، يعني أخرت الصلاة، أفطرت في رمضان، اقترفت شيء بحق الله. لكن إذا كان الذنب متعلقا بعبد من عباد الله، بإنسان، يعني ظلمته، اعتديت عليه، اغتبته، نميت عليه، أكلت ماله، أسأت له أمام الناس، أو ضربته، أو شحرت فيه، هناك شرط يتعلق بحقوق العباد، وهو أن يعاد الحق لصاحبه. لا تكتمل التوبة أبدا إذا كانت تتعلق، يعني بيجيب كل الأمور الماضية إذا كانت في حق الله، وإذا بحق العباد بده يجيب كل الأمور اللي ذكرناها ويلحقها بشيء، إنه يقول للي ظلمه يا عمي هي حقك. كيف يتخلص من حقوق العباد؟ إما بدفعها، وإما بطلب المسامحة من أصحابها. وإذا لم يفعل فإنه سيأتي يوم القيامة ويدفع هذا الحق لصاحبه حسنات. في الدنيا يقدر يدفع مال، في الدنيا يقدر يذهب للي ظلمه أو أساءله وكله يا عمي سمح لي بعد إذنك أنا ظلمتك شو بدك. لكن في الآخر إذا لم يدفع هذا في الدنيا ولم تطلب المسامحة، أولا الأعمال اللي بيعملها الإنسان ستبقى معلقة بين السماء والأرض، وأيضا يوم القيامة يؤتى بالعبد ويقول يا رب خذ لي حقي من فلان. يعني من صور ذلك أن يأتي المقتول الذي قتل ظلما يحمل رأسه يشخب دما، يعني عم بنزف، كيف ماشي بدون رأس؟ بقدرة الله. وبيجي لربنا وبيقول له لربنا يا رب سل هذا القاتل فيما قتلني. اللي أكل مال إنسان حتى لو كان شيئا يسيرا، شاكل لو كان قضيب من أراك، يعني السواك، يأتي بده يؤدي الحق. لتؤدن الحقوق إلى أصحابها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وبالتالي بدنا نفهم شغلة، إنه إحنا ما نطب حقوق العباد. ممكن ربنا يسمحنا بصلوات سنة وإحنا تبنا ونستغفر وما نقضيهاش عند بعض العلماء، ممكن ربنا يسمحنا وإحنا صغار ما كناش نقضي أيام اللي أفطرناها بسبب الحيض، بحكي عن النساء، ومع ذلك يجب قضائها. لكن إنسانة ماتت قبل ما تقضي حق ربنا، إنسانة أو إنسان أساء لحق ربنا ومات قبل أن يتوب إلى الله، ممكن ربنا يغفر له. لكن حقوق العباد لا تبنى على المسامحة، إنما تبنى على المشاحة. شو يعني؟ يعني لازم أأديها، والأفضل من ذلك ألا أقع فيها حتى إيه. وبالتالي إحنا بنقول نغتنم فرصة رمضان ونروح للناس اللي ظلمناهم أو أذناهم، ومن توبتنا إلى الله عشان ربنا يقبل أعمالنا، إنه نقول لهذول الناس اللي ظلمناهم أو أسأنا لهم سامحونا اغفروا لنا، هاي حقكم يا عمي، إحنا ظلمناكم لفترة، إحنا قطعناكم، إحنا أسأنا لكم، فلا بد أن نعيد الحق. نعم، هذا يقود سمحت المفتي فيما يتعلق بالثبات على التوبة في ظل هذه الشروط التي ذكرتها. نعم، الثبات على التوبة التوفيق إليه من الله عز وجل. وحتى يصير ثبات على التوبة لابد للإنسان يعني أن يدرك مجموعة من الأمور. أول أمر يساعد على إنها تنفتح باب التوبة وإنه يثبت الإنسان على التوبة إلى الله عز وجل، العلم بالله بعد الجهل. يعني الإنسان اللي ما بيتوب أو الإنسان اللي بيعصى ربنا في الغالب هو كان يجهل مكانة العقيدة والإيمان في قلبه، يجهل عظمة الله عز وجل، ولذلك وصف بأنه جاهل. الله عز وجل يقول إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. يعني بمعنى إنه عشان أنا أثبت على التوبة لابد أن أكون عالما بالله، عالما بصفات الله، عالما بأسماء الله، عالما بأن الله سمى نفسه التواب الرحيم، وهو أشد فرحا بتوبة العبد العاصي
من الذي أضاع ناقته في الصحراء وقال أنام هنا حتى يأتيني الموت، فلما استيقظ وجدها أمامه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذه الحالة الفرحية هي عند رب العالمين تكون مضاعفة بما يليق بجلال الله. الله عز وجل يفرح للتائبين العائدين إليه جل جلاله، فبالتالي مما يعينني على الثبات على التوبة إني أنا أعرف عظمة الله في قلبي وعظم الله، وأعرف أني أنا مطالب مني أني أقوم بالتوبة وأثبت عليها. مما يعين على الثبات على التوبة علم الإنسان بالله وذكره لاسم الله وذكره لاسم التواب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لما الإنسان يعني يعرف مكانته من الله، وإنه العبد الفقير، وإنه خلق من أجل العبادة وخلق من أجل الطاعة، فهذا يجعله دائما أن يسعى نحو التوبة وأن يثبت على التوبة وأن يستذكر أنه كلما كان أكثر توبة إلى الله كلما كان أقرب إلى مرضاة الله. من ذلك ذكر الله عز وجل، بمعنى أن يكثر ذكر الله وأن يذكر، عندما يذكر اسم الله يذكر عظمة الله فيعظم الله في قلبه، فيعينه ذلك على ألا يقع في المعصية، كما قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله شو بصير؟ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذا ذكر الله يعين على إيش؟ على التوبة وعلى الثبات على التوبة. وإذا ما يعني نظرنا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، النبي عليه الصلاة والسلام الذي يطيل القيام حتى تتفطر قدماه وتتورم من شدة القيام، الرسول عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله ما تقدم له من ذنبه وما تأخر يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة أو 70 مرة، يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي رواية والله إني أستغفر الله وأتوب إليه في المجلس أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد. فبالتالي هذه معينات للعبد لما يستذكر ويتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام ولما يقرأ في كتاب الله يعينه ذلك على إيه؟ على العودة إلى الله والتوبة إلى الله وبذل وقته في القرب والعودة إلى الله عز وجل. يعني الإقبال في رمضان يكون كثيرا وغيره من الشهور، فعليا للتائبين ماذا نقول في رمضان وكيف يستغلون هذا الشهر الفضيل في كل أعمال الخير وغيرها من أجل أن تصح توبتهم؟ أولا نقول لهم بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال لهما بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فأنا أقول يعني بهذه الوصية علينا أن نستقبل الناس بنفس المبشر الذي لا ينفر من الدين. طبعا المبشر بالدين هو الذي يفتح المغاليق للناس ويفتح الأبواب للتائبين. الذي يكون عليه الحال في رمضان أن الله عز وجل يعين الناس على العودة إلى الله، على العودة إليه، يعينهم على التوبة بأنه يغلق دونهم أبواب النيران ويصفد الشياطين التي تحاول أن تجتالهم وتأخذ منهم وتسيطر عليهم، فهذا الباب يغلق إلى حد كبير. قد يبقى بعض الإساءة من الشيطان أو محاولة الوصول لأنه هو مربط، لكنه قد يوصل إساءته أو وسوسته بالإيحاء أو بمحاولة الوصول. يعني كيف إحنا والتقريب الصورة إنه أنت ممكن تكون نايم ولكن تحت أثير منام ولا يعلم بها بذلك إلا النائم، واللي حوله أو جالس جنبه ما بيشوفه. وكذلك الشيطان يحاول أن يوصل وسوسته، كيف وسوس لأبينا آدم وهو آدم في الجنة وهو خارج الجنة، فبالتالي الشيطان يحاول لكن كيده يكون ضعيف. لذلك علينا أن نغتنم هذا الوقت ونفتح الطريق للناس للتوبة إلى الله عز وجل. إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس
من مغربها. إذا نحن نقول للتائبين للعابدين للعائدين إلى الله، نحن ضيعنا سنة كاملة ربما في غفلة، ربما يعني قضيناها فيما لا يرضي الله، ربما قضيناها في أمور تافهة، ربما أخذنا الشيطان أو ألقتنا نفوسنا بهواها، لأن النفس التي بين جنبي الإنسان أعدى عليه من الشيطان. يقول بعض السلف الصالح: أعدى أعداءك نفسك التي بين جنبيك. فأحيانا الشيطان يضعف قد تقوى النفس وهوى النفس ليأخذنا إلى المعصية. فإحنا أولا نحمد الله أن بلغنا شهر رمضان المبارك، وإن نحن تعرضنا لهذه النفحات، وإن نحن نغتنمها بالثبات على التوبة فيها ونتقرب إلى الله. وإذا تبنا إلى الله عز وجل فإن الله سيمحو عنا كل السيئات، يعني بالتوبة إلى الله يغفر الشرك، يغفر الكفر، تغفر الكبائر، تغفر كل المعاصي بالتوبة إلى الله عز وجل. إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جاء بعض الناس من المسلمين الذين كانوا قد عصوا الله قبل إسلامهم، فقالوا: يا رسول الله، كيف يقبلون الله عز وجل؟ قال: إن الله يقبل توبتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله، وغدراتنا وفجراتنا، منهم من قتل، منهم من سرق، منهم من زنى، منهم من فعل الفواحش والكبائر. فقال الله عز وجل: يقبلكم. وأنزل الله تعالى قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا، يعني أسرفوا على أنفسهم بالمعصية. ما منا إلا وإنسان يخطئ، لكن الله عز وجل يقبلنا عند التوبة، بشرط أن تكون التوبة نصوحا. لذلك نقول للناس اللي عقيد الحياة واللي بيشاهدونا واللي ممكن اللي بيشاهدونا يوصلوا للناس الآخرين، إنه مدام ربنا مد في عمرك ودخل عليك شهر رمضان، فاغتنم هذه النفحات في التوبة، واستغفر الله عما بدر منك من إساءات ومعاصي سابقة، واجزم على أن تبقى على تلك التوبة، واعلم إنه هذا الشهر الفضيل اللي ربنا أكرمك فيه قد يكون آخر شهر. يعني بعض الناس يقول: أنا برمضان بصلي وكذا وبرد لرمضان القادم. طب يا أخي، ما الذي يثبت لنا أننا سنحيا إلى رمضان القادم؟ لا. لذلك مما يروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان هناك أخوان، اثنين إخوة، الأول مات شهيدا، الآخر مات بعد سنة. فالذي مات بعد سنة رؤية في المنام أنه في منزلة في الجنة أعلى من الأول، فقيل فذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، هذا مات شهيد، أليس الشهيد في منزلة عليا؟ فكيف هذا كان في منزلة أعلى منه؟ قال: ألم يعش سنة كاملة؟ ألم يصوم رمضان آخر؟ ألم يصلي سنة؟ وبالتالي نحن بدنا ندرك شغلة، إنه هذا الباب المفتوح لنا اليوم باب للجنان، لأن الجنان مفتوحة ومزينة، فعلينا أن نعجل بالتوبة، وأن نتوب مما بدر منا، وأن نتوب ما بدر منا في رمضان، حتى لأنه إحنا برضو بنخطئ في رمضان وبنقصر، وعلينا أن نثبت على هذه التوبة. لأننا كلنا سنقبل على الله وسنقف بين يدي الله، والله تعالى سيسألنا ويحاسبنا على أعمالنا. يعني كثير أو البعض يتحدث سمحت المفتي فيما يتعلق بالتوبة: أنا أتوب ثم ذلك أقترف، بعد ذلك أقترف ذنبا ثم أتوب ثم بعد ذلك أقترف ذنبا. البعض يدخل اليأس في قلبه أنه أنا لم أثبت على التوبة حتى هذه اللحظة. نعم، إذا كان الإنسان عند التوبة قد جزم بالتوبة ويعني قرر أن لا يرجع إلى المعصية فتوبته مقبولة، ثم أخذ منه الشيطان جولة، يعني إنسان مثلا وقع في معصية معينة وهذه المعصية نغصت عليه حياته فندم عليها وتركها وعزم ألا يرجع إليها أبدا، ثم صار في حياته فجاء الشيطان ووسوس له أو دفعته نفسه وهوى نفسه إلى ارتكاب المعصية التي تاب منها، فهنا قد يقع من الإنسان كما أشرت نوع من اليأس، ويقول: أنا عهدت الله أن لا أرجع لهذا الذنب، وها أنا رجعت لهذا الذنب، فهل يقبل الله عز وجل مني؟ هل يقبل مني ربنا التوبة؟ الحقيقة إنه العلماء قالوا: إذا كانت عند التوبة نية صادقة وجازمة أن لا يرجع الإنسان، ثم بعد ذلك وقع في ذنب، فإنه يتوب من جديد والله عز وجل يقبل له. لكن إذا عند التوبة كان هناك تفكير بالرجوع فلا تقبل توبتك. ولهذا هناك فرق بين مسألتين، بين مسألة التوبة من الكفر وباقي المعاصي.
الكفر إذا وقع من الإنسان مرة وتاب تقبل توبته، الثانية تقبل، الثالثة قد لا تقبل عند بعض أهل العلم لخطورة الكفر. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا، في سورة النساء، ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. يعني هنا أقول لخاصة بعض الشباب أو بعض الناس اللي بيشتم الذات الإلهية أو بيشتم الدين، وبقول لك يا أخي أنا مش قصدي كلمة قلتها، أقول لك احذر، احذر أن تتكلم بهذه الكلمة، لأنه بإجماع العلماء في المذاهب الأربعة الذي ينطق هذه الكلمة مزحا أو جادا أو غضبا أو انفعالا أو سخرية أو استهزاء يخرج من الملة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فبالتالي إذا الإنسان قال كلمة الكفر وتاب تقبل توبته، الثاني تقبل، الثالث قد لا تقبل عند بعض أهل العلم، عند آخرين قد تقبل، لكن هل يمد لي في العمر عشان أتوب؟ أما إذا كان الذنب غير الكفر، فإذا الإنسان عندما تاب كان جازما بالتوبة ثم أخذ الشيطان منه جولة ووقع في المعصية فتاب فمارس المعصية، فعليه أن يتوب ويحسن الظن بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: عندما يذنب العبد ذنبا علم ويتوب، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: علم عبدي أن له ربا وأنه يأخذ بالذنب وأنه يغفر الذنوب، اذهب يا عبدي فقد غفرت لك. ثم يذنب العبد ذنبا، نفس العبد وربما نفس الذنب أو غيره، فيقول الله تعالى: علم عبدي أن له ربا وأنه يأخذ بالذنب، اذهب يا عبدي فإني غفرت لك. ثم يذنب ذنبا الرابعة أو الثالثة أو الخامسة، ثم يقول له: اذهب يا عبدي وافعل ما شئت فإني غفرت لك. طبعا هذه ما نأخذها على إطلاقها، يعني بمعنى أنه البعض يقول والله ما أنا بذنب وربنا بغفر لي بالدعم، لا، هذا لأنه رب العالمين وجد من هذا صدق في التوبة ثم ضعفت حالته، فربما مغريات الدنيا أحيانا، ربما هذا العبد يعني لم يثبت على التوبة مع حرصه عليها وهو شغوف إلى تطبيقها، لكن بعض مغريات الدنيا أو بعض الأسباب التي ليست في اليد، إذا كانت في اليد يجب أن يغلقها الإنسان ويسد الذريعة عليها. فإذا كان لديه أصدقاء السوء فيجب أن يتركهم، إذا كان والله المعصية تتعلق بتواجده في مكان فعليه أن لا يتوجه إلى ذلك المكان، إذا كانت المعصية تتعلق بطمع أو بشيء ينبغي أن يؤدب نفسه ويهذبها. لكن أحيانا تكون المعصية متعلقة بشيء ليس في اليد، يعني إما بظروف خارجية أو غيره، والإنسان يحرص أن لا يقع في الذنب ثم يأتيه الشيطان ثم تهوي به نفسه فيذهب إلى المعصية. فأنا لا أغلق عليه الباب، أقول له: عد إلى الله وتب إلى الله، والله عز وجل يفرح بتوبتك. لكن لا تأخذ هذا الحديث شماعة أو حجة لتقول: ما أنا بتوب وربنا بده يغفر لي لو أنا عملت الذنب 100 مرة. أقول لك: ربما أنت تأخذ لا سمح الله على حين غرة أو على حين غفلة من ذنبك، ولا يكتب لك طول في العمر وتتوب من ذنبك، لكن إن أذنبت وكررت الذنب فعجل بالتوبة وأحسن الظن بالله واثبت على التوبة بإغلاق أسباب المعاصي وبالسير على طاعة الله وبرفقة الصالحين وبتعظيم الله في قلبك، عندها إن شاء الله تثبت على توبتك وعلى عملك الصالح إن شاء الله. في البعض سأل سابقا فيما يتعلق بصلاة التراويح اليوم في البيوت، يعني أحدهم قال لي: أنا لا أشعر باللذة التي كنت أشعر بها في المساجد، ولكن يعني ظروف المساجد حتى هذه اللحظة، كيف من الممكن أن الإنسان يواكب صلاة التراويح في البيت ويشعر باللذة التي كانت في المسجد؟ يعني إن شاء الله المساجد قريبا تفتح بإذن الله عز وجل. هناك بعض الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية تتحدث عن عودة الطواف والصلاة، وإن شاء الله في بلادنا كمان في فلسطين هناك دراسة للحالة، وإن شاء الله يعني إذا كان يعني تغريب على الظن أن لا تكون هناك عدوى وأن يضبط الأمر، فإن شاء الله في القريب تفتح المساجد وكلنا إن شاء الله نصلي فيها في الأيام القريبة القادمة إن شاء الله رب العالمين. لكن الخشوع في الصلاة واللذة في الصلاة لها أبواب، يعني أحيانا حتى الإنسان في المسجد لا يجد الخشوع الذي يتمناه. الخشوع في الصلاة
هو مسألة هامة جدا، حتى تكاد تكون فرض من فرائض الصلاة. يعني العلماء اختلفوا هل الخشوع سنة ولا فرض، كثير منهم يقول سنة، لكن بعض أهل العلم رجح أن الخشوع في الصلاة فرض أو ركن من أركان الصلاة. والله عز وجل يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني الصلاة كبيرة لكن على الخاشعين ليست كبيرة، يعني ليست بالشيء الشاق جدا، وهذا يدل على أن الخشوع أمر مطلوب جدا. لكن حتى يصل الإنسان إلى اللذة وإلى الخشوع المطلوب عليه أولا، يعني بعضهم ألف رسائل قصيرة في تحصيل الخشوع في الصلاة والتلذذ بها، ذكر عشرات الأسباب، من ضمنها الترديد مع المؤذن في الأذان، من ضمنها الصلاة على النبي بعد النداء، يعني بعد ما يخلص الأذان يصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله بقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة. من ضمنها أن يحرص على عندما يقف بين يدي الله في الصلاة أن ينسى الدنيا كلها. كيف؟ يعني جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول للصحابة لما يصلي صلوا صلاة كأنكم لا تصلون صلاة بعدها، أو صلوا صلاة مودع. هذه العبارة يعني يستحسنها بعض الأئمة، وإن كان سندها في بعض يعني الضعف، لكن هي حالة إيمانية. عندما الإنسان يقف بين يدي الله ويريد أن يكبر يرى يجعل الكعبة أمامه والنار والجنة عن يمينه والنار عن يساره، ويستشعر أنه يقف بين يدي الله. عندما يستشعر الإنسان أنه سيقف بين يدي إنسان مهم، إنسان زعيم أو قائد، يعني يكون في نوع من التذلل والاستكانة، وهو بشر لا يملك له لا ضرا ولا نفعا إلا إذا شاء الله. لكن عندما يقف بين يدي الله ليعلم أنه رزقه بيده وروحه بيده، وهو اللي بنزل السكينة على قلبه، قلبه بين أصبعين من أصابعه يحركه كيف يشاء، بدون تشبيه حتى ما نقع في التشبيه. فالمقصود أنه زين العابدين بن علي كان لما يقف بين يدي الله وبده يصلي، مجرد ما يكبر قبل ما يكبر يخر مغشي عليه يصفرن فيصحوه، قلوا له ما لك يا زين أو يا زين العابدين، يقول تذكرت المقام الذي أنا فيه، يعني أنا مستشعر وين واقف. يعني عندما يقف الإنسان بين يدي الله وهمه ربنا، وهمه ربنا يقبل هالركعتين، ونسي القطايف ونسي الأكل ونسي الشرب ونسي الدنيا ونسي آخر الشهر ونسي الراتب، وفقط هو مستشعر أنه قادم على الله عز وجل، هذه الحالة تعين إلى حد ما في أنه يقدم على الله بخشوع وبتلذذ في الصلاة. ثم كلما قرأ آية يفكر في معناها، أحيانا بده يفكر في معناها مش عارف شو معناها، فلذلك نغتنم أوقات رمضان لأنه إحنا نقرأ لنا تفسير مبسط أو ميسر في رمضان، بمعنى أنه إحنا نعرف الآيات اللي بنقرأها. يعني مثلا بتكون أنت في مسجد تقول للإخوة المصلين، قال الله تعالى من أقصر سور القرآن أقصر سورة الكوثر، من السور القصار الصمد أو الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الصمد يا إخوة؟ تجد كثير منهم ما بيعرف شو معنى الله الصمد. طب انت لما تقرأها في صلاتك في ركعة الوتر، قل هو الله أحد الله أحد واحد الله الصمد، شو معناها؟ مش عارف. فكيف بدك تفكر في معناها؟ لما تعرف انه الله الصمد معناها المقصود بالحوائج، فانت تتذكر حاجاتك وتتذكر انك ضعيف ومريض وفقير الى الله، وانه ربنا الغني والقادر والقوي. فانت لما تفكر بمعنى الكلمة ومعنى الآية هذا يشدك لمعناها، فيجعلك تقبل على الله. فبالتالي نفكر في كل آية، نفكر لما تركع تقول سبحان ربي العظيم، تتذكر عظمة الله، عظمة الله اللي هذا الكون قديش هو عظيم. ربنا خلق هذا الكون العظيم وبست أيام، ولو أراد خلق الكون والسماوات والأرض بلحظة أو بكون فيكون لفعل، لكن أراد أن يعلمنا درسا كيف أن الأمور تؤخذ بإيه؟ بالتدرج وبالترتيبات. فبالتالي لما أنت تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى، أنه ربنا العلي الذي على العرش استوى، ربنا العالي المتعالي، ربنا اللي أعلى من كل قوى الظلم، ربنا العالي جل جلاله اللي من علوه يزداد الإنسان لما يرتبط به علوا وعزا ومكانة، لأنه عبد للعالي العزيز جل جلاله. لما أنت كل تحرك في الصلاة تتحركه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي فعل هذا، عند ذلك يعني سواء كنت في الجامع أو في البيت تنزل اللذة. لكن إحنا إن شاء الله نسأل الله أن تعود المساجد قريبا وتفتح أبوابها، وإن شاء الله الإخوة لما يسمعوا صوت بعض القراء، يعني في أحيانا صوت الإمام
اللي ربنا أعطاه. طبعا الصوت هذا هبة من ربنا، بعض الناس صوته أجمل من ناس، لكن لما ربنا يعطي الإمام صوت وانت تسمع لهذا الصوت ويذكرك هذا الصوت بجمال الآيات، فربما يزيد من التلذذ بقراءة القرآن وبتلاوة كتاب الله عز وجل. إذا لم يتحقق الخشوع في الصلاة، هل هناك أحكام على الصلاة؟ يعني إذا قلنا الخشوع سنة فالصلاة مقبولة بدون خشوع، لكن إذا قلنا الخشوع واجب أو ركن فقد لا تقبل صلاتك. بمعنى أنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول قد يصلي العبد وليس له من صلاته إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سدسها، إلا نصفها، أو بالعكس عادها. ثم ذكر ثم قد يفعل ببعض الناس أن تأخذ الصلاة وتلف بخرقة وتلقى في وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. يعني بمعنى أنه إذا كانت الصلاة خالية من الخشوع، خالية من الطمأنينة، بيكون الإنسان يعني بتحرك طالع نازل بدون تدبر للصلاة، بدون إعطاء كل ركن وقته، وما ما تفكر فيما قرأ وفيما سبح وفيما قرأ من القرآن وفي قراءة الفاتحة، قد تلف الصلاة في خرقة في وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. لذلك لما دخل أعرابي إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأخذ يصلي مسرعا، فلما انتهى من صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، عاد الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي فإنك لم تصلي، عادها الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي. ليه؟ لأنه ما أعطى كل ركن قيمته مقداره طمأنينته وخشوعه. فلما انتهى قال له تعال، قال صلي، قال والله يا رسول الله لا أجيد إلا هذا، قال له إذا توضأت فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم كبر حتى تطمئن راكعة، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وقف زي الألف مش ارفع وانزل، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن. إذن هذه الطمأنينة هي ركن عند كل العلماء، وهذه الطمأنينة وسيلة الخشوع. يعني كيف أنا بتخشع بلا طمأنينة؟ وبالتالي إذا الإنسان صلى بلا خشوع في الصلاة فقد تذهب روح الصلاة، وبالتالي لا يستفيد من أثرها في حياته، ولا يمكن للصلاة أن تثمر في حياة صاحبها وتنهاه عن الفحشاء والمنكر إلا إذا كانت مليئة بالطمأنينة والخشوع. نختم بهذا سماحة المفتي الشيخ أحمد شباش، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، حياكم الله. إذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من فوتاوي على الهواء، دمتم بخير، في أمان الله.